عدا من جانب شامل جانبك وانت عني شمت كثر خيرك وانا لاني بلا جايع ولا ضامي اشوف انه علي واجبي لما ريتك وسلمت مرور كرامي تربطها الكرامة عند الأكرامي. أخوكم المنشد سعود الجوزة المري، يسعدني ويشرفني أن أكون ضمن هذا الكيان، كيان قناة الواقع، والله يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده وعند خلقه. يا شين بيت عقبكم يا أهل البيت، عقبكم يا أهل البيت، ألا من عقبكم ما نمت، ما نمت ونمت مبطيت، ألا يحرم علي النوم، يحرم علي النوم، نومي يطلع بهوال. أخوكم خالد تميم الدوسري، جيت طال عمركم لأجل هدف إن شاء الله بنوصل له، والضحكة بإذن الله من بدايتنا ما تفارق عيوننا وضحكتنا بإذن الله. الله يرحم والديكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعود بن معلا، ويشرفني أني أدخل الكيان العظيم، وعسى الله يوفقنا وابشروا بكل علم طيب. أخوي الشاعر نايف الحزيمي، أقبلت شامخ راس وإحساس وجروح، ولاني على تحقيق حلمي مطول، ولا جيت أشارك خمسة أيام أروح، أنا ما جيت إلا على الرقم الأول. هلا، اسعد الله صباحكم اخواني المشاهدين، اخوي اخوكم نايف الحزيمي، شاعر، الشعر رساله كما يعرف الجميع، لكن اعتقد ان في شخصيتي رساله حاب اوصلها للجميع. والله يوفقنا ويوفق اخواني المشاركين. اللهم امين. يا من بيدها مال المخاليق يا خلاق، يخلق الصبي يحبي واذا شاب يتعكز، جمعنا القدر والليله نوفق الميثاق، مع كل نشمي في دروب الوفا يركز، حضرنا نتنافس بالمكان وبالاخلاق قبل من تنافس على الدراهم وعلى المركز. اخوكم سي الشاعر سياف بن محمد الحارثي، مما يشرفني ويسعدني مشاركتي في هذه القناة العظيمة، وبكم وبتصويتكم وبوقفتكم أصل للنجومية، وتحياتي إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من كل مكان ومن كل زمان، معكم أخوكم نواف العتيبي يتحدث الآن. الاسم نواف عمر العتيبي، من أهل الدوادمي، تميز بعفويتي، وكذلك أنا راوي. للأمانة يعني أنا أول مرة أوقف قدام الشاشة ومتوتر صراحة، فحاب أقول أني
أبا أكسر حاجز الخوف هذا، وإن شاء الله أني أكون أمثل نفسي بأفضل صورة، وأمثل أهلي بإذن الوحدة الأحد، وأهل الدوادمي كذلك أمثلهم بأفضل طريقة بإذن الوحدة الأحد. وسلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرفت من بير الهواجيس مظال، أذره نشف من قبل يبدأ سؤالي، وما توقف الدنيا على كل الأحوال إلا بأمرك يا عظيم الجلال. إذا الحالي دايم الهم شيال، أمي ولدتني يا جماعة هالحالي. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. من حسن حظي اليوم أني أنا أقف أمامكم، لو أني قصير شوي لكن الله يعينكم علي. أنا أحبكم في الله وأحب كل شخص، يعني ما أدري الكلام والله ما يترتب ليه، لأني أنا أحب أني أطلع قدامكم بمشعل العنزي فقط لا غير، الإنسان البسيط شاعر مثل ما أنتم تشوفون، شاعر بما أشعر. أقدم لكم هالإنسان البسيط اللي قدامكم، وبإذن الله إن مقبولين عندكم وعند كل الأشخاص. وبإذن الكريم أنا جيت أمثل شعب عظيم جداً، النشامة، شعب المملكة الأردنية الهاشمية، وبيض الله وجيكم والله يقدرنا أن يكون قد هالحمل هذا. طرف الليل يا جمهور والليل ساري، والله انه طرى لي يا جماعه طواري، اربطوا الاحزمه جاكم هبوط اضطراري، وولا الغيث قطره واخر الطب كيه. أخوكم المنشد مسعود من شاهور المري، والله يجملنا ويجمل أخويانا اللي معنا داخلين بالتحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً يشرفني انضمام لقناة الواقع لنعيش الواقع ونشترك وياكم الضحك والابتسامة. اسمي حمد المري، يلقبوني حمادة. أنا علاج الغلول العصبي عند الناس، للمشاهدين ولأخويا إن شاء الله، ومع حمادة مش حتقدر تغمض عينيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. الحمد لله أنني نلت على هذه فرصة، أتمنى لي ولجميع أخواني متسابقين بالتوفيق والنجاح. كان حلم تحقق، فما في شيء مستحيل. أخوكم عبد الله شليهيب الضفيري. ما نقزو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الشاعر يحيى بن سعيد الوهيب من سلطنة عمان. يقول أنا شاعر تعددت في مقالاتي، أنا شاعر تعددت في مقالاتي، وإذا تقدمت فأنا الموطن بجمل، وإذا أنا فزت أو ما فزت ما حاتي، على سكريبت كلنا البعض نكمل.
تشرفت بانضمامي لبرنامج سكريبت، وعلى ما قال الشاعر انا بعض من الانسان اجري وراء بقيتي لاصير كله، فلا يكتمل العقل ولا يرتقي الفكر ولا تسمو النفس الا بالتجارب. وتجربه برنامج سكريبت مع هذه النخبه هي نقل نوعيه واختصار لمسافات وسنوات للنجوميه، فاتشرف بانضمامي لهذا البرنامج ونقول نسال الله التوفيق له ولجميع المشاركين. السلام عليكم ورحمه الله. Good evening, everybody. Sorry, it's morning. Good morning, everybody. يقولوا إنه صباح الخير في هذا اليوم. My name is Salem Al Ghazal. I'm 23 years old. يقولوا أنا اسمه. Well, let me finish my wait. My name is Salem Al Ghazal. I'm 23 years old. Now you can translate. Come on. يقولوا إنه سالم القصر أنه ممثل ومنتج. I didn't say I'm an actor, bro. You are. هل تعلم مش تقول ولا من؟ Oh my God. I'm an actor, and I work in the Montair. And actually, it's been a great chance to be in. يقول أنه منتج جيد ويعرف بالمونتاج جيدا وممثل قادم وبقوة بإذن الله. You're a legend, bro. Thank you very much. أنا اسمي فلاح سويلم، ممثل وكاتب، وبإذن الله إني أكون عند حسن ظن من ظن فيني خير، وإن شاء الله يكون لي من اسمي نصيب في البرنامج، والشيء اللي بقدمه أنا. بإذن الله راح يتكلم بالأيام القادمة بإذن الله وبس على قولته let's go صح بقي نفسي سلام تسليم عدة مثيل عدان الفلوس ما جيتكم من وسط جدة هلا أنا بك ما جيتكم من وسط جدة هلا أنا بالناموس الله يسعد صباحكم يا جمهور السعد بكل خير معكم أخوكم سعد الشهري متذوق للشعر راعي سواليف هاول التمثيل وسلامتكم الله يسعد يقول احتمى بدع القصيد وزاين جوه وما قفه ما هو بيوم ولا بساعه احتمى بدع القصيد وزاين جوه وما قفه ما هو بيوم ولا بساعه ما قف اللي عندهم عزه وقوه والنشامه كل سبعنا من ذراعه ولا انا باسمي ونجران الحموه تقدم باسمها في كل ساعه ما عليكم زين اخوكم حسين زعمان الوايلي أتشرف بالمسابقة مع أخواني النشامة اللي يسعدني ويزودني وعسى الله يجمعنا وإياهم إن شاء الله وتذكروا اسمي جيداً ما في تكبيس هنا؟ ولا في التيك توك بس مساكم الله بالخير جميعا اخوكم عبد الله الشهراني حاب اقول لكم انها بتكون اجمل نسخه بتمر عليكم في التاريخ وبذكركم تتمنوا ما تكون 3 شهور تكون 3 سنين ضوئيه باذن الله الواحد الاحد اخوكم عبد الله الشهراني جنوب المملكه ودعتكم ربي الله يحفظكم اخترت أنا الواقع لتحقيق الأحلام ومن خلقتي اخترت أنا الواقع لتحقيق الأحلام واللي ما عنده حلم يا عزتي له أقبل تحقق حلم وأحط مرقام من خلقتي وأنا أعشق المستحيلة عليكم زوج أخوكم الشاعر عبد العزيز بن متعب القحطاني شاعر إذا احتمى الخطب واشتد الكرب
أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لي وجميع الزملاء، ونكون قد المسؤولية والثقة اللي وضعت فينا، اللي الملايين خلف الشاشات ينتظرون منا رسم الابتسامة، ونسأل الله القبول وينزلنا في قلوبهم خير منزل. السلام عليكم. طفل يتيم توفى والده منذ الصغر، فبدأ توفى والده لابس بدلة العز والشرف، البدلة العسكرية. فبدأت والده بصقل شخصيته، علشان أو كانت تحس أنه صار رح يصبح ذو شأن عظيم يخدم دينه ووطنه، وها هو الآن يطل عليكم من قناة الواقع. أخوكم بسام السيف، صانع محتوى مفيد في وسائل التواصل الاجتماعي، راح أحرص بإذن الله أن يخليكم تستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح، عشان ما تقعون في عمليات احتيال ولا ابتزاز. من رد الحظ قلبي طول الأيام خايف، خايف والليالي ما تجي لها بكيف، ما تجي لها بكيف، مثل ما كان شايف كيف الأيام جاله بالحياة الكسيفة. الله يطول عمرك. معكم عبد الله فهد، مقدم ومنشد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفا لي ولإخواني المتسابقين في تقديم نسخة مختلفة بإذن الله. والسلام عليكم. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا مشاهدينا الاعزاء. اخوكم عبد الله بن محمد المصهرير، منشد ما عليكم زود، منشد ومقدم والريلتي بشكل عام، ومني من اخوياي ابشر بالعلوم الزانه يا جمهور الواقع والريلتي بشكل عام، والضحك والوناسه، واقول عن اخوياي ولاني بطلق واحد فيهم، ابشر بالعلوم الزانه والله العظيم اني صادق، الريلتي بشكل عام والوناسه والضحك والصدر الوسيع والامور كلها زانه. خليكم مع اخوي يعني مع عدم. اخوكم فارس بن عبد الله الخالدي، ما عليكم زود، سعد الله صباحكم بكل خير، ونحمد الله ونشكره على اللي جمعنا مع اخواننا المطاليق ومن علينا بذل القبول، والله يقبلنا عندكم وعند والينا سبحانه. استودعناكم الله. تقسى يا حبيبي وانت عودك خيزارا، لا عاد تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية. يقول وانا فهد لو عشت من عمري سنين رسمت لي في الواقع أجمل هوية. أخوكم فهد كان على المطيري، وكل التوفيق لنا جميعا، وبإذن الله نقدم اللي طيب الخاطر. أم الله تعال.
أصيلة أهتويها وهي تهواني، تدني وتبعد أوطانا بأوطاني، شديدة البأس مرسوم بغرتها نجم تلألأ من بعد فناداني، شديدة البأس مرسوم في غرتها نجم تلألأ من بعد فناداني، شديدة البأس مرسوم في غرتها نجم تلألأ من بعد فناداني، في سرجها مركب فاق العروش علا، وفي مراعاتها ما سر أعياني، عننتها بيميني واعتليت بها مناكب الريح كي ألحق بأقراني، الخير فيها ومعقود بها ولها حرز وكنز وعز ما لها ثماني، حمر الرسن هرسا وأوصافها عجبها كحيلة ما تشبه لك حيلاني، حمرا رسن هرسا وأوصافها عجبها كحيلة ما تشبه لك حيلاني، قيونها فدعث مهباش اخو عاشه ومع المصاقيل كانها قدح صواني، اخذت بيلي الرياض وطاب مسعاها معقل اسود العرين طوال ليماني، متربع فوق متن طويق بشموخه يوضي بالانوار كانه وجه سلماني، في يوم عيد رمضان مشاهده شعبه على يمينه محمد طير حوران، متربع فوق متن طويق بشموخه يوضي بالانوار كانه وجه سلماني، في يوم عيد رمضان مشاهدة شعبه وعلى يمينه محمد طير حوراني، شكلتها في مقام العز والهيبة ووقفت قدام أساتذتي مع أخواني، سلام تسليم الإسلام وعلى الفطرة من صادق شعور، سلام تسليم الإسلام وعلى الفطرة، أبدأ بعلمي وأقدم نظمة قيفاني، أبيات شعر انطرت لي وارتجلت بها من صادق شعور ويعبر بها لساني، باسمي واسم عزوتي وإخواني وربعي وباسم تربه دار ربعي صلب جداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير. القصيدة شرحت ما فيها وأنا فايز اليوم بمقابلكم إخوان وكسبتكم، أخوكم سلطان الهميلي البقمي وعليكم زود مذيع مقدم برامج، أسأل الله العلي العظيم لي ولكم دوام التوفيق. إنني أتيت، إنني أتيت، إنني أتيت، إنني أتيت. يا جنود، يا جنود، هل تسمعون ما يسمعه مولاكم؟ هل تسمعون؟ من هو الذي يستهزئ بنا؟ ما أدري. لو أنني مولاكم سوف أخذكم للغزو، إنكم متصدرين، جمهور عظيم. يا إلهي، يا جنود، يا جنود، هل تسمعون ما يسمعه مولاكم؟ من هو الذي يستهزئ بنا؟ نحن أمامنا، جمهور عظيم، نحن أمامنا متصدرين. لكن لو أنني أتيت حتى لأتيكم، لو أنني يا جمهور، لو أنني أتيت أصدع اللي فوق السياج، جمهور جمهور، ما أنا ومعكم المتقدم ريان العامري. الله في صوت هذا يقول المولى، يقول في 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 ترند سكريبت سكريبت، انا ما اقدر اقابل جمهور. نحن جميعا نعلم ان الرهاب احتواهم، لكنهم
لا يعلمون أننا برهابهم أحببناهم. سلام. لا يعلمون أننا برهابهم أحببناهم. حب أستقام وأستعد لكي يأتي يوما ويتخلصون من رهابهم. يدا بيد لا نبتعد لكي يأتي يوما ونصنع ونضع الخطابة بأفواههم. الله الله. يا سلام. أنا الحقيقة سعيد اليوم ومساكم الله بالخير جميعا. سعيد اليوم اني انا واحد من المتسابقين في كيان قناه الواقع جدا، لكن باذن الله تكاتفنا جميع نصنع قوه وجمهور من هذا قناه الواقع، لان الجمهور والنجوميه هي قناه الواقع. سلام. سلام. معكم اخوكم بهاجي بن محمد الاكلبي من اهل البيشه، ما عليكم زود، من اهل البيشه متذوق للشعر وملقيه. واشكر قناه الواقع لو قبلهم لي من ضمن الثلاثين رجال، والله يجعلنا عند الهقه. واقول استعزوا يا التغالب من الزحت الضديد، اهل دقلات تفرق وليفنا من وليف، اتهرج في مجال يطول شاربي ورسم في كفي اليوم والصبح وقفيه، اتبع المطلوب والمنهي اجنب عنه، وعفاكم عبر الرجال اللي تسمع. إذا انطلقت يداي فلا تلمني، فإني للكتابة فيك هاوي، ولا تقنع بحرفي ليس إلا حروفي دون لمسك لا تساوي، وإن نطق المتيم في هواه كذا واسترسل القول المداوي، فلا تعجن عليه بطيب ذكر وأجل شكره إن كنت ناوي، فإن الشعر رابطه وثيق بعقل في تواتره مساوي، أصوغ البيت بالمعنى لأني سأطعمه وفكري فيه راوي، وما المكتوب كالمعنى ولكن أذلله وأضمر كل طاوي، وما شعري بمغلوب عليه وقائله كغسان المداوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غسان بن إسماعيل الشهراني أخوكم في هالبرنامج، ونعم في حالكم جميعا. الصراحة أنه مما يسعدني ويشرفني لقياكم جميعا، ويشهد الله أنها لو ما طلعت من هالبرنامج إلا بهالوجيه الطيب. معرفة الرجال تجارة مثل ما يقولوا. إنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متحدين نقف متفرقين نسقط، هذه معروفة. فبإذن الله بإذن الله بإذن الله أن ننجح في هالبرنامج، وأن نغطي بهالبرنامج على البرامج اللي فاتت. أسأل الله أن الله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. شكرا مقدر لكم. من حايل العز جاك مضل، والضلع ما طاح منها الزوه، أبشلع علي بله شوه، والطيب الواقف ينعزو. أخوك مضاحي بن سليم الشمري، ما عليكم زود، من منطقة حايل، الموهبة الشعر والتقديم والتمثيل، وأبشر بالشبه والعلوم الغانمة كلها إن شاء الله. والأمور مدام يشوف وجيهك هذا هو المكسب، وأوعد جمهور سكريبت وبرنامج سكريبت ونسخة سكريبت. أنا قمت أخبط الحين إيش اسمه؟ إيه بإذن الله، ها أنا نوعد الجمهور بشيء
مختلف بإذن الله تعالى. وسلامتكم الله بيض وجهك. تعال تعال تعال. مستعجل انت مستعجل ترى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم عزيز المطيري من قناة الواقع في برنامج سكريبت، اهلا وسهلا. متذوق للشعر، ممثل، مقدم، وابرز الاشياء اللي عندي اللي هي اول اشياء اللي ابي ابرزها اللي هي التقديم. فمن باب الامثله جايب لكم المتألق دائما والمبدع والقريب الى قلبي كثيرا. الله احمد الحي. يا ود عيني حمراء. ترى صوته حلو. ايه من غال ايه من غالكم يا هلا الواقع وصلنا، من غالكم يا هلا الواقع وصلنا، دونكم ناقف وحنا صاملين، دونكم ناقف وحنا صاملين. مرحبا جمهورنا منا ومنا، مرحبا منا ومنا، صلي طلبكم والله انا جاهزيني، في طلبكم والله انا جاهزيني. الله الله لا اله الا الله. صباح الخير. كيف الحال؟ طيبين؟ ماني متوتر طبعا، عارف واضح. نعم معكم اخوكم احمد الرحي من العتيبي منشد. الظاهر اني جامح ان شاء الله كلها، وان شاء الله انكم بعد ما تقصرون، وعسى الله ان شاء الله يوفقنا جميع. آمين. ويقبلنا عند الله وعندكم وعند الجمهور، ونعدكم ان شاء الله بالشيء الطيب باذن الله. باذن الله والتوفيق لنا ولكم جميعا. يود عيني. أقول قال مدعث قول صدق ما يزله، يا سلام الله على أيام العظامي، عند يام الموت خير من المذلة، يذبح الرجال ذبح ولا عظامي، حن بني عارج على من زام علا، والله إني أمحق نهارا في إزامي، كل عرجاني بغى الناموس تلها بخريبة يا من قشتل وشامي. أسعد الله صباحكم جميع، معكم أخوكم ثامر بن مدعث العرجاني. والله يجعلنا احنا وياكم المقبلين عند الله وعند خلقه، وان شاء الله احنا مجملين كلنا، بنجمل انفسنا ورابعنا والجماهير كلهم. فضوا ها تعال يا ابو مدعس، انا بدور عليكم.